السلام عليكم. في الفيديو هذا غادي نشوفوا قيمة مطلقة وعلاقتها مع المعادلات. دونك غادي نحل المعادلة التالية. عندنا قيمة مطلقة ديال x ناقص 1 تساوي 5. دونك باش نحلوا هذه المعادلة يكفي نطبقوا الخاصية اللي كتقول ان اذا كان عندي x كيساوي عدد حقيقي a، يعني ان x غيكون كيساوي a او x يساوي ناقص a. نرجعوا للمعادلة ديالنا، لدينا قيمة مطلقة ديال x ناقص 1 تساوي 5، يعني ان x ناقص 1 يساوي 5 او x ناقص 1 يساوي ناقص 5. ندوزنا واحد الطرف الاخر، يعني تولي عندنا 5 زائد 1، يعني ان x كيساوي 6 او x يساوي ناقص 5 زائد 1، اي ان x كيساوي ناقص 4. حلول هذه المعادلة هي ناقص 4 6. شوفوا الحالة الثانية بنفس الطريقة. دونك عندي x زائد 2 قيمة مطلقة كتساوي ناقص 1. دونك هنا لدينا، يعني ان x زائد 2 يساوي ناقص 1 او x زائد 2 يساوي ناقص ناقص 1. طبقنا الخاصية. دونك x يساوي عندو زوج طرف اخر ناقص 1 ناقص 2، اذا x كيساوي ناقص 3 او x زائد 2 كيساوي 1، اي ان x كيساوي 1 ناقص 2، x يساوي ناقص 1. اذا الحلول ديال المعادلة هي ناقص 1 ناقص 3. الحالة الثالثة، كنشوفو الحالة الثالثة ديال عندي جوج إكس زائد 1 قيمة مطلقة كتساوي قيمة مطلقة ديال إكس ناقص 3. دونك هنا لدينا بالنسبة للخاصية اش كتقول؟ إذا كان عندي إكس قيمة المطلقة ديال إكس كتساوي القيمة المطلقة ديال إيكغيك، هذه كتعني أوتوماتيكمون أن إكس كيساوي إيكغيك أو إكس كيساوي ناقص إيكغيك. وكنحاول نطبقو هادشي هنايا. دونك عندي يعني جوج إكس زائد 1 غتكون كتساوي إكس ناقص 3، أو جوج إكس زائد 1 كتساوي إكس ناقص 3 بطبيعة الحال ناقص، سواء كتساوي x ناقص 3 او ناقص x ناقص ناقص x ناقص 3. دونك نحاول نجبدو x، ندوز x هنا، غادي نحول x طرف اخر تساوي ناقص x تساوي ناقص 3 ناقص 1. هنا عندي جوج x زائد 1 كتساوي ناقص، غدخل على القوس تساوي ناقص x زائد 3. x نحولو طرف اخر تولي جوج x زائد x كتساوي 1، ندوز واحد 3 الطرف الاخر، دونك 3 ناقص 1، اي ان 3 x كتساوي 2، وبالتالي x يساوي 2 على 3، او دونك هنايا x يساوي 2 ناقص، دونك هي x ناقص 4. اذا حلول هذه المعادله غادي يكونوا ناقص 4 و2 على 3. شكرا.